أهلا بكم في مرايا. قبل نهاية العام الماضي بقليل في منتصف الشهر الأخير منه ديسمبر، أعلنت السعودية من خلال ولي عهدها وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من الرياض عن قيام تحالف عسكري للمسلمين ضد الإرهاب. كانت تلك لحظة مهمة ستفصح عن أهميتها رويدا، غير أن رسالتها الحضارية الكبرى الأولية قد وصلت، وهي أن أولى الناس في هذا العالم بمقاتلة الإرهاب وفكره هم شعوب المسلمين، وتلك لعمر الله أعظم رسالة وأشرف واجب. أكثر من 34 دولة أعلن عن انضمامها لهذا التحالف المتنوع، ستسهم كل دولة بحسبها في هذا الواجب. صحيح أن نواة هذا التحالف الصلبة هي نواة عسكرية، غير أن هناك أجنحة أخرى تكمل تحليق هذا التحالف، منها الاستخباري والإعلامي واللوجستي والسياسي وأخيرا وأهم ذلك الفكري. نحن نتحدث عن دين يعتنقه أكثر من 1.5 مليار في هذا الكوكب، يعني بنسبة تقدر بما يزيد على 23% من البشر، فلك أن تتخيل القيمة العظمى لاصطفاف دول المسلمين في هذا الحلف الكبير الخطير للإنسانية جمعاء. تتضاعف قيمة هذا التحالف من كونه انطلق من الأرض التي شهدت ولادة الدين الإسلامي وبها أقدس بقعتين للمسلمين، مكة والمدينة، ناهيك عن كون السعودية تملك شوكة عسكرية مشهود لها ولا يستهان بها وخبرة أمنية في الحرب على الإرهاب، ساعدت بهذه الخبرة نفسها والعالم أجمع. الإعلان عن قيام هذا التحالف هو بداية القصة وليس نهايتها، والحرب على الإرهاب ليست مهمة حصرية للدول الغربية كما يحاولون الإيحاء به في العالم، بالذات روسيا وأمريكا بما فيها طبعا دول المجموعة الأوروبية، بحيث صارت محاربة داعش تكاد تكون هي العنوان الوحيد للسياسة العالمية. فمن أولى بالدفاع عن صورة الذات المسلمة وسمعة الحضارة الإسلامية من المسلمين أنفسهم؟ وبعد هذا، أليست جماعات قاعدة وداعش وبوكو حرام وأنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس من جهة، وجماعات كتائب أبو الفضل العباس، لواء الزينبيين، ميليشيا الحوثي، طبعا حزب الله في لبنان، فيلق القدس، أليس شرور هذه الجماعات أصابت المسلمين قبل غيرهم بالضرر من شعوب العالم التي تشتكي منهم بالأرقام والحقائق؟ فشعوب المسلمين ودولهم هم الأكثر تضررا من جماعات الإرهاب، ولذا كانت هذه الشعوب وهذه الدول هي الأولى بمحاربة هذه الجماعات. من أجل ذلك قام التحالف العسكري الإسلامي من الرياض. تحالف دولي جديد تقوده السعودية لمحاربة الإرهاب. ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان كشف عن أهداف هذا التحالف الإسلامي العربي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض، مؤكدا أنه تحالف يحمل ملامح عسكرية وأيضا فكرية. سوف يكون هناك تطوير الجهود في محاربة الإرهاب فكريا، وسوف يكون هناك تطوير الجهود محاربة الإرهاب إعلاميا، بالإضافة إلى الجهد الأمني الرائع القائم حاليا. العاصمة السعودية الرياض ستحتضن مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والأليات اللازمة لدعم هذه الجهود، وفق ما أعلن ولي العهد السعودي. أبرز الدول المنضوية تحت لواء هذا التحالف العسكري في قارة آسيا باكستان، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، إلى جانب دول عدة. ما هي قيمة هذا التحالف من الناحية العملية التفصيلية؟ يعني بعد ما تحدثنا عن الناحية المعنوية والأخلاقية والسياسية في هذا التحالف. نفي الضرر عن سمعة الدين، دين المسلمين، وبالتالي سمعة المسلمين كلهم، فضلا عن الحفاظ على استقرار المجتمعات والدول المسلمة،
هو واجب المسلمين قبل غيرهم من أمم وثقافات الأرض، ولذا بادرت كبرى الدول المسلمة في المنطقة من غير الدول العربية لمساندة هذا التحالف، أعني تركيا. عندما تلقينا دعوة للمشاركة في هذا التحالف الموسع كان ردنا قاطعا بأن الجواب على من يربط الإرهاب بالإسلام هو توحيد المسلمين ضد الإرهاب، لذلك فنحن نرى أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح. الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أعلنت دعمها الكامل للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ذلك الذي يهدد العالم أجمع. ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بهذا التحالف، خاصة وأن المسلمين أكثر ما يعاني من تلك الجماعات المتطرفة. وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد غرد على حسابه في تويتر قائلا: إن السعودية تقود التحالف الإسلامي العسكري بعد نجاحها في عاصفة الحزم. أما الأردن فاعتبر الحرب على الإرهاب حربه وحرب المسلمين ضد الإرهابيين الذين يقومون بأعمال وحشية باسم الدين. وأعلنت مصر دعمها أيضا ومشاركتها كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية، وكذلك الحال مع ليبيا التي اعتبرت انضمامها للتحالف أمرا طبيعيا بوجود تنظيمات متطرفة على أراضيها على رأسها داعش. ماليزيا من جانبها أعلنت عن مشاركة ضمنية تضامنية مع التحالف الإسلامي دون مشاركة الجيش الماليزي فيها. أول الردود الدولية جاءت من ألمانيا التي دعت التحالف الجديد للانضمام إلى محادثات فيينا التي تضم كل الدول التي تحارب تنظيم داعش. هو تحالف الدفاع عن الذات وليس تحالف علاقات عامة أو تبييض سمعة لدى الثقافات والأمم والدول الأخرى كما يروج البعض بسذاجة أو ربما بتساذج. هو تحالف حقيقي له أنياب ومخالب عسكرية كما له عقل يعي وعيون ترى. كجزء من هذه الجهود ستكون هناك غرفة عمليات مشتركة مقرها الرياض، من شأنها تنسيق الجهود على مسارين: الأول على المستوى الأمني والعسكري ويتعلق بتبادل المعلومات والتدريب وتوفير المعدات وإرسال القوات على الأرض عند الضرورة، أما المسار الثاني فيتعلق بمكافحة العقيدة والفكر المتطرف. كما قلنا فإن ما جرى هو احتشاد المسلمين لمحاربة الإرهاب، وهذا أمر للتو بدأ، يعني لدينا فصول أخرى منه من خلال التحالف العسكري، وهي قصة متشعبة وفصول متعددة، والانتصار فيها فكريا وتربويا وسياسيا قبل الانتصار العسكري الأمني فيها هو الانتصار الحقيقي للمسلمين على كل الأعداء في الداخل والخارج، وهو بذلك يعني بداية فجر جديد لكل العالم. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى اللقاء.